هو أنا ممكن أطلب منك طلب؟ طلب واحد بس؟ قولي طلبين، تلاتة، عشرة، أنتي تأمريني أمر. بس الأول بس عايزة أنصحك نصيحة. عيشي عيشي يا غالية، وانسي اللي كان، انسي اللي حصل، واللي ما قدرتيش تعمليه إن شاء الله تعملي. صعب، صعب أوي. اللي أنا عشته ما كانش سهل، واللي شفته في حياتي مش سهل، مش سهل أبداً يتنسي. مفيش حاجة صعبة في الدنيا دي، كله ممكن يحصل بإذن الله، ربنا قادر. المهم انتي تصدقي وتحاولي. هو انتي صحيح بتحبيني يا غالية؟ بحبك. كلمة بحبك دي قليلة قوي عليك، ده انت اختي اللي ما ولدتهاش امي، ربنا يعلم انتي معزتك في قلبي قد ايه. طب بصي، هو مش طلب، هو رجاء، وأتمنى أتمنى ما ترفضهوش. ما تقوليش كده، انتي تأمريني أمر. صقر ماله؟ عاوزاكي تتجوزي. نعم، ايه اللي بتقولي ده يا ست المشيئة؟ انتي أكيد بتهزري. وبعدين المعلم صقر ما يقدرش يستغنى عنك، ده بيحبك بجنون. بس أنا خلاص خلاص، اللي أنا فيه ده مش هقوم منه. ليه بتقولي كده؟ أنا ما أقدرش أخد مكانك. أنت ما تعرفيش أنا بحبك وبعزك قد إيه. يبقى بعد كل ده عايزاني أخد مكانك، أخد جوزك؟ طب إزاي؟ ما أقدرش. أنا ما أقدرش أظلمه أكتر من كده. صقر من حقه يبقى عنده عيل ويعيش له يومين، وإنتي كمان يا غالية عيشي واتبسطي. بصي، أنا مش بجبرك على حاجة، والله ما بجبرك، بس يمكن ربنا خلانا نتقابل عشان اليوم ده. ما تخافيش على فكرة من صقر، والله حي. هو يبان شديد كده، بس هو عامل زي العيل الصغير. بصي، مش سهل عليا ان انا اقولك الكلام ده، مش سهل على ست انها تقول الكلام ده، بس والله انا راضية. بس ما تخلينيش اتعايل عليكي بقى. يا ست ماشي، ما تقوليش كده، بس نقول مبروك مبروك يا عروسه.